السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وقصير وإن شاء الله يكون مفيد. الفكرة بتاعته بكل بساطة هي إزاي بنحول ملف البي دي اف العربي، وبأكد عليها، الإنجليزي أمره سهل، العربي إلى وورد عشان أقدر أعدل فيه، أستخدمه، أستفيد بيه إذا كان مثلا جزء من كتاب، فصل من كتاب، محاضرة إلى آخره، بحيث أقدر أعدل عليها بالإضافة أو زي أي تعديل. الكلام ده يعني ممكن حد يقول سهل، هو ممكن يكون سهل أحيانا لما بيكون البي دي إف معمول أساسا كنص. يعني البي دي إف أحيانا بيتاخد ويتحفظ كصورة كصورة، أو بيكون الأصل بتاعه، يعني بيكون بيسموه إيمج بيزد، يعني هو معمول أساسا كصورة وبالتالي لا يمكن التعديل فيه حتى باللغة الإنجليزية. يعني لو معمول كده حتى الإنجليزي مش هيتحول خلاص إلا بالطريقة اللي ممكن هنقولها دلوقتي إن شاء الله بإذن الله، وهي موجودة على الإنترنت يعني، لكن قلت نشرحها بطريقة يعني مبسطة شوية. المشكلة إيه في العربي؟ المشكلة بقى في العربي إن لما بيتحول من بي دي إف لوورد، الحروف بتطلع رموز أو متلخبطة، فبالتالي صعب جدا التعديل عليه، كأننا بنكتبه من الأول. يعني لو بنكتبه احنا من الأول هيبقى أفضل وأسهل. طيب في طريقة أنا حقيقة جربتها يعني فنفعت معايا، ولو فيها أخطاء بتبقى في أضيق الحدود، يعني تستاهل فعلا. تستاهل. الفكرة بكل بساطة على 4 خطوات يتم تحويل ملف البي دي إف اللي عندنا، اللي احنا خدناه بالسكانر أو بالجوال. المهم احنا ما عندنا ملف بي دي إف، بنحوله إلى صور. يعني بدل ما يبقى ملف واحد مثلا 10 صفحات، لا بنحوله بقى لصور، فهيبقى 10 ملفات كل صفحة صورة. الصور بيتم رفعها على الجوجل درايف. طيب وبعدين من الجوجل درايف بنفتحها واحنا جوه جوجل درايف باستخدام الجوجل دوكيومنتس. هنشوف مع بعض ازاي بقى. اول ما هتفتح في الجوجل دوكيومنتس بيديني، لو صفحه واحده او صوره عباره عن صفحه، هتديني صفحتين زي ما هنشوف، وفي الاخر اقدر احولها لوورد. يبقى الحكايه كلها بسيطه خالص. طبعا يبدو ان هي 4 خطوات، يقول لك 4 خطوات، هتلاقي ان هي بتتعمل في اقل من دقيقتين اتنين ان شاء الله باذن الله. في جزء هضطر اشرحه في الاول اللي ممكن في حد ما يعرفوش، ازاي نحول البي دي اف لصور. هنشوف مع بعض هنا. هو اشهر موقع للعمل الكلام ده اللي هو اي لاف بي دي اف. في مواقع كتيره، وفي برامج، لكن ده اسهلهم ومجاني. طبعا البرنامج ده، الموقع ده، ممكن يحول لي من بي دي اف الوورد على طول. فبالتالي اي واحد من حضراتكم عنده ملف بي دي اف عربي وعايز يجرب يحوله للوورد، ازاي يتحول الوورد بقى، ده ممكن من هنا من خلال الموقع ده. دي طريقة. في طريقتين تانيين هنشوفهم لما هنيجي نطبق دلوقتي، باستخدام الوورد أو باستخدام البرامج اللي هي برامج التحرير بتاعة البي دي اف، وهنشوف. لكن دي طريقة مجانية وسهلة. لو مشيت مع الطريقة دي وتحول وملف والنتيجة جيدة، خلاص خير وبركة، احنا عايزين الأسهل والأيسر. طب ما طلعتش مظبوطة، يبقى بحول الملف البي دي اف إلى صورة من هنا. برفع الملف فبيحوله لي إلى فولدر مضغوط زي ما هنشوف دلوقتي. دول التحويلين اللي احنا قلنا عليهم، التحويل للوورد والتحويل للبي دي اف. الموقع نفسه اهو، لو هناخد نقرا الكيو ار بتاعه هنوصل للموقع على طول. نروح بقى للتجربه، يلا بينا. لو احنا عندنا برنامج لتحرير البي دي اف ايا كان نوع البرنامج ده، فسهل ان احنا نروح لهنا فايل، بنفتح الملف اللي هو زي الصوره ده وبنقول له اكسبورت، فبيديني اختيارات من ضمنها تو مايكروسوفت وورد. نجرب كده اهو، وانا هحفظه في الملف اللي انا شغال عليه دلوقتي اهو بنفس الاسم، وهقول له سيف احفظه لي، وهنشوف النتيجه بتبقى عامله ازاي. هنشوف نتيجه التحويل العربي ده هتكون النتيجه عامله ازاي. هو هيفتح الوورد دلوقتي اهو، زي ما حضراتكم شايفين لو انا بتحرك اهو، متاخد كصوره، دي صوره، هو مش شايف الكلام اهي، دي صوره حضراتكم اهي، وبالتالي اتحول الى صور. يعني احنا لو عايزين نحوله لصوره ممكن من بعض البرامج دي. يبقى دي الطريقه الاولانيه اللي انا حولته من خلال برنامج تحرير مختص بالكلام ده، ما قدرش يحوله الى كلام، امال حوله ايه؟ لصور. وفتحه بالوورد، فتحه بالوورد، بس كل صفحه عباره عن زي ما حضراتكم شايفين صوره، صور خلاص. طيب يبقى انا كده ما حصلتش على النص اللي انا عايزه. بنقفل الملف بتاعي ده، اروح اجرب طريقه تانيه. الطريقه التانيه من داخل الوورد نفسه او من الملف على طول. يعني اروح للوورد واقول له هنا، انا بفتح الوورد بقول له اوبن، افتح لي، واقوم جاي رايح اقول له
افتح لي لو سمحت الملف ده. الاقي رسالة بتطلع لنا بيقول لي الوورد ما بيقدرش يقرا الكلام ده، لازم يحوله الاول من بي دي اف لإيديتابل وورد دوكيومنت الى اخره، وده هياخد بعض الوقت حسب عدد الصفحات. طبعا مش هقدر اضغط على اوكي طالما رمز الساعة الرملية دي موجود كده، يبقى لازم هنتظر لغاية لما تخلص خالص، وبعدين هضغط اوكي. هنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. اهو بضغط اوكي موافق، بيبتدي زي ما حضرتكم شايفين تحت كده اهو بيبتدي يحولهولي في الشريط اللي تحت ده اهو، اهو ابتدى يفتح لي، فتح لي بالشكل ده وبيقول لي السماح انيبل اديتنج، يعني اسمح بالتحرير. اقول له طبعا انا بعمل عشان كده، فبضغط تاني اوكي الرساله لما بتطلع لي بالشكل ده كده اهو، وفتح الملف بالشكل ده برضو صوره اهي صوره. يبقى اذا سواء فتحت الملف، طبعا الطريقه دي بتبقى جميله جدا بقى، اللي هي اللي انا قلت على الطريقتين دول بيبقوا في منتهى الجمال لما يكون الملف اساسا باللغه الانجليزيه ومتاخد اللي هو التكست بيزد، فبيكون سهل فبيتحول لي بقى بسهوله جدا. يعني احنا دلوقتي المشكله عندنا في العربي، يبقى احنا جربنا طريقتين اهو تمام، فمفيش داعي بقى نجرب الطريقه بتاعت الموقع، يعني واضح ان كده يبقى خلاص احنا المشكله كده عرفناها. طيب هنروح نعمل ايه دلوقتي؟ نروح بقى الموقع عشان نحول لصور، نشوف ده هيحصل ازاي. طبعا حد يقول لي ما احنا اتحولت لصور، خلاص اوكي مفيش مشكله. هنا بقى لو احنا عايزين نستفاد بالصوره دي، يبقى كل صفحه من دول هروح رايت كليك واقوم جاي قايل سيف از، احفظها بقى، هقول بيج 1 بيج 2 صفحه 1 صفحه 2 الى اخره. يعني لو مش عايز استخدم الموقع يبقى الطريقه دي هتحول لي، بس الموقع بيبقى افضل لانه اسرع، هنا بياخد وقت طويل، انا وقفت التسجيل لانه خد وقت طويل شويه خصوصا لو كان الملف كبير يعني، وهضطر اروح احفظ صوره صوره، انما هناك هيحولهم كلهم مره واحده وبيسميهم، فالطريقه الثانيه هتبقى اسهل. نروح نجربها مع بعض. ادي الموقع اهو، بضغط على الايقونه او الرمز بتاع بي دي اف 2 جي بي جي اللي هو الصوره، سيلكت فايل، بروح للملف بتاعي او الفولدر او المجلد وبختار الملف بتاعي اترفع لي بالشكل ده وبقول له حوله لي، بضغط كده ما بياخدش ان شاء الله وقت طويل، وحتى بيديني حجمه قد ايه، واخلص بعد ما بينتهي تم التحويل، شفته سريع ازاي. انما في الوورد بقى احنا قعدنا يعني حول، بضغط على داونلود فبيبتدي ينزل خلاص وتحول لي زي ما احنا شايفين كفولدر. بروح افكه بقى اهو، الفولدر بيبقى مضغوط بالشكل ده، انا فكيته بحيث ان الاقي ال 25 صفحه ومترقمين بقى 1 2 3 كده هم مفتوحين قدامي. اعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يبقى انا كده حولت البي دي اف للصور، دي كانت الخطوه رقم واحد في الشرح بتاعنا، لو احنا افتكرنا كده نرجع هنا اهي الخطوه رقم واحد، يبقى انا حولت من البي دي اف الى صوره. اروح بقى لفين؟ اروح افتح جوجل درايف، اقوم جاي رايح على الجوجل واقوم جاي رايح على النقاط دي بعد ما اكون دخلت بحسابي، واروح على الجوجل درايف بالشكل ده كده. الجوجل درايف بروح فين؟ بقوم جاي رايح على نيو بالشكل ده واقول له فايل ابلود، ممكن يحول لي الفولدر كله على بعضه ممكن، واخدهم بقى من جوه اهو، انا اخد الفولدر كله بالشكل ده كده اهو، الفولدر انا اخدته كله على بعضه واقول له ابلود، خلاص هو كده اتحول في الفولدر ومسموهولي اهو. بقفل دي كده واقوم جاي عامل اعاده تنشيط للصفحه عشان بس نشوف الملف بتاعنا هيكون موجود فين. اهو ادي المجلد بتاعنا وادي الصور بالشكل ده كده، الصور مترتبه، فبقف عند كل صوره بالزرار اليمين واقول له اوبن ويز واقول له افتح لي. يبقى دي الخطوه رقم كام؟ يبقى لو بصينا تاني انا عملت الخطوه رقم واحد وعملت الخطوه رقم اتنين، دلوقتي بنعمل الخطوه رقم ثلاثه. اقوم جاي رايح على كل صوره بالزرار اليمين بتطلع لي قائمه بقول له افتحها لي بالجوجل دوكيومنتس بالشكل ده، فبيفتح لي بالجوجل دوكيومنتس. هنشوف الشكل هيكون عامل ازاي. اتفتحت بالشكل ده كده، هنلاحظ ان لما تتفتح هم عباره عن اتنين، صفحه ودي الصفحه الثانيه، الصفحه الاولانيه دي صوره اهي مش عايزها، بقوم جاي واقف عليها ومسحها. طب الكلام كده واحد يقول لي ما شكله ملخبط اهو، هقول له لا بص حضرتك كده بعمل كنترول اي عشان احدد الكلام كله، دي نمره واحد. نمره اتنين اروح اضغط هنا عشان اختار الفونت اخليه 14، حجم الفونت 14 واخليه اريال او تايمز رومان زي ما انا عايز، واروح اخلي اللون بتاعه اسود، واروح اشيل بقى اخليه كله مش متظلم، انا هعدله بعد كده. ومش بس كده، اروح اخلي التنسيق بتاعه ناحيه اليمين عشان ده عربي،
واخليه دبل سبيس عشان تبقى الحكايه مرتاحه شويه. ممكن اعمل تعديل هنا وممكن اخده اعدل فيه في الوورد زي ما احنا عايزين، ده كله بتاعنا احنا اهو. طب هنا لو في غلطات او حاجه اهو بضغط عليها بيديني الايه الكلمه المظبوطه. طب انا كده خلاص اقوم جاي رايح عامل ايه كنترول ايه، علمت على كل الكلام، واقوم جاي قايل رايت كليك بزرار اليمين واقول له نسخ كوبي، واروح على المستند الفاضي. المستند الفاضي انا مجهزه تايمز رومان و14 الى اخره والاتجاه الكتابه من اليمين، مجرد ان اضغط باليمين كده واقول له حط لي الكلام بتاعي اهو بالشكل ده كده اهو، ادي الكلام اتحط. الحاجات الزياده بقى اشيلها، يعني ده اشيله هنا، ده كان عنوان الشابتر اهو، ادي الفصل الثالث زي ما احنا شايفين. لو انا بقى عايز اعمل بول ده هعمله احمر اهو بالشكل ده، هغير اللون بتاعه، اعمل كل الاعدادات اللي انا نفسي فيها اهو. هروح هنا السبيس هنا عندي هخليه 2 بالشكل ده كده اهو، واعدل زي ما انا عايز. حتى الحاجه نفسها اهو سهل ان انا اغير فيها، عندي بقى تطبيق املائي بيبقى افضل من هناك لو انا دي مظبوطه، وغالبا بتكون كله مظبوط اهو. ده هنا الاقتصاديه بالشكل ده، بس كده بس كده خلاص. لو في بقى كلمه او في حاجه او كده هتبقى في اضيق الحدود، لكن النص كله اتاخد بالشكل ده كده واقدر اعدل فيه زي ما انا عايز اهو. لو انا خدت ده بالشكل ده كده اهو، انا زي ما انتم شايفين اقدر اغير الفونت، اقدر اعمل اللي انا عايزه اهو. انا غيرت طبعا الفونت حتى هتلاقيه اللي هو مختلف. يبقى هنا اصبح عندي قدرت احصل على نص عربي نسبة 90 95 كمان في المية، ده اكتر من كده نسبة ما فيهاش اخطاء. حتى الانجليزي كمان دي مظبوط، يعني لو انا عايز اهو اعلم على ده هقوم جاي واخده كده اهو بالشكل ده كده اهو، فبالتالي مفيش اخطاء تقريبا. لو في حاجات بسيطة سهل بقى ان نعدلها من النص الاصلي. ان شاء الله تكون الطريقة دي مفيدة وبسيطة ونطبقها مع بعض. يعني احنا كده خدنا الاربع حاجات. طيب بعد ما حطيته بقى هنا سهل ان اقوم جاي رايح اقول له سيف از واحفظه بقى زي ما انا عايز خلاص، يعني حفظ باسم. يبقى انا كده طبقت الاربع خطوات، حولت البي دي اف الى صور من خلال الموقع اي لاف بي دي اف خلاص تمام. وبعد كده رفعت الفولدر كله المجلد كله على جوجل درايف خلاص اللي فيه الصور، بعد كده كل صورة بقف عندها وهكذا. يعني بعد كده هروح المفترض ارجع تاني هنا هروح للصورة رقم 2 وهكذا بالشكل ده كده، هروح للصورة طب الملف الاصلي ده اللي انا كنت شغال فيه دلوقتي بتاع اللي ده مش محتاجه، هقوم جاي قافله واروح للصورة التانية وهقوم جاي اوبن ويز وهقوم جاي فاتحه بالجوجل دوكيومنتس وهكذا، هاخد صوره صوره وهكذا. هي الحكايه بتكون مرهقه شويه وبتاخد وقت، عشان كده دي معموله عشان الحاجات الصغيره، يعني مش معقول مثلا كتاب 300 صفحه اقعد اعمله بالشكل ده، لا هيبقى صعب شويه. ابقى تممت الاربع خطوات وحصلت على ملف بي دي اف بالعربي، حولته الى ملف ملف وورد طبعا بالعربي عشان يبقى واصل عندي بالعربي. إن كنت أحسنت ووفقت فمن الله، إن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا تجعل في عملنا هذا رياء أو سمعة. وإلى أن نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله يكون قصير أيضا ومفيد بإذن الله، أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء بظهر الغيب.